إحنا بنحكي عن ارتفاع أسعار في كل نواحي الحياة، فآخر شيء ممكن يكون هو رفع أجرة المواصلات أو التفكير برفع أجرة المواصلات على الراكب أو على المواطن الفلسطيني. نقابات عمال النقل كانت بتفكر بخطوات، ولديها مباحثات أيضا مع وزارة النقل والمواصلات ومع وزارة المالية حول كيف ممكن أن يكون هناك دعم للسائقي العمومي في ظل ارتفاع أسعار الوقود. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي علاء المياسي، نائب رئيس النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين. علاء صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح كل المستمعين يا رب. إذن بقيت أسعار الوقود مرتفعة، لكن تقول وزارة المالية أنها أبقت على نفس السعر لشهر أيلول وهو أيضا كان مرتفع، وأنها يعني تحملت كما قالت تكلفة الزيادة على الارتفاع لهذا الشهر. تبقى الأسعار طبعا مرتفعة، يعني كمان في شهر أيلول كان مرتفع. أنتم في النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين أصدرتم بيان قبل فترة، خلينا نحكي قبل 4 أيام، حذرتم فيه من تعاظم المشكلات اللي بيواجهها قطاع النقل في فلسطين، وتحديدا ارتفاع أسعار الوقود. وسمعنا أيضا أنه هناك يعني محادثات أو مباحثات بينكم وبين عدة جهات في الحكومة وبضغط كبير يعني للاتفاق على بعض الأمور بخصوص هذا الموضوع، فشو لوين وصلت الأمور؟ يعني زي ما تفضلتي أسعار الوقود تحديدا السولار غالية بالأصل من الشهر الماضي. نعم. فإحنا يعني عرفنا أنه راح يكون في كمان ارتفاع خلال الشهر 10 اللي هو الشهر الجاري. فإحنا خطينا خطوة قبل ما ينتهي الشهر ويتم الرفع، والرفع كان كبير يعني من 43 أجورة يعني نص شيكل. كان يعني المفروض أصدق إنه يكون الشهر هذا نص شيكل زيادة على الليتر. فعنا بالأصل السولر غالي، والشاحنات كمان صار عندهم مشكلة لأنهم هذول بيستهلكوا سولر كتير، فصار عندهم بطل في جدوى من الشغل بشكل عام في كل القطاع. الكل بيعرف إنه إحنا في قبل 8 شهور تم رفع أو تعديل أجرة المواصلات، وكان السولار لسه ما وصل 6، حوالي 6.5 وإيش كان. فاليوم إحنا 6، ومستحيل إنه نروح على خطوة لها علاقة في إنه نرفع كمان مرة أو نعدل أجرة النقل، لأنه أنا يعني بوجهة نظرنا إحنا وقناعاتنا كنقابة إنه إحنا في الحد الأقصى للأجرة، وأكثر من هيك ما راح نروح باتجاه نحمل العبء على المواطن. هاي رح أحكي معك فيها الخطوة بعد ما تكمل، تفضل. نحمل مسؤوليتها الحكومة اتجاه هذا الموضوع، حكوا إنه إحنا بندعم شيكل و30 أجورة قبل الارتفاع الحالي. ويعني تم ضغط هدول الشيكل و30 أجورة من بداية السنة. من بداية السنة صحيح. فضغطنا بشكل كتير كبير على إنه يتحملوا الارتفاع الجديد، وكان في نقاش طويل إنه إحنا نتحمل نصهم من نص، حكينا لهم إحنا ولا يمكن نقدر نتحمل لا إحنا ولا المواطن أكثر من اللي إحنا متحملينه. يعني قطاع النقل أي ارتفاع جديد على السولر الحالي بطري يعني خلص بوقف العمل كل القطاع، إذا كان تاكسيات أو حتى شاحنات، لأنه الشاحنات الأصل السعر الموجود مش موفي معهم ولا مخليهم يقدروا يكملوا الشغل. طب مع مين هذا الحكي كان علاء؟ مع مين قعدتوا وضغطتوا يعني؟ ومين اللي قعدنا مع رئيس هيئة البترول. نعم، المباحثات كانت مع هيئة البترول يعني. طبعا، ما لأنها هي المسؤول المباشر عن هذا الموضوع. صحيح. وهي اللي بترفع توصيات لوزير المالية وللحكومة بأنه يعني قديش راح يكون في تكلفة للسولر أو ارتفاع أو فرقية ما بين الشهر والشهر. متى كانت هاي يعني متى؟ يوم الثلاثاء. الثلاثاء الماضي. نعم. فإحنا كمان اقلعنا من يعني هذا الموضوع، حسمناه، وإحنا وصلنا الرسالة إنه السولر يعني مش راح نقبل ولا بأي شكل من الأشكال إنه يكون في أي نوع من الارتفاع.
وبعدها حكينا في موضوع في حلول دائمة. ما بزبطش احنا نضل كل شهر عايشين على اعصابنا، ارتفع السولار ما ارتفعش، الحكومة بدها تدعم بدها تدعم. فحكينا انه احنا كمان كقطاع في لنا حقوق، علينا واجبات، احنا بدنا حقوقنا اللي بتسلنا اياها القانون الفلسطيني في استرجاع الضريبة، اذا كانت ضريبة البلو او الضريبة اللي بتندفع 16% او الدخل. يعني في امور كثيرة كمان احنا بصراحة وللاسف انه احنا بنجهلها، مش انه ما بتطلع الناس. زي ايش علاء؟ يعني في كثير شغلات لها، يعني قطاع النقل، قطاع البترول للحكومه هو يعني من اكثر القطاعات اللي بدخل على خزينه الدوله. انت لما بتحكي الشاحنات والتاكسيات، هذول هم اكثر ناس بيستهلكوا سولار وبعبوا بكميات، والكل بيعرف قديش النفط او المحروقات هي دخل قومي بالنسبه للحكومه يعني. نعم. فاحنا بنحكي على مبالغ طائله، بنحكي على قطاع بيستهلك وبدعم الحكومه من 28 سنه، واحنا بندفع كل التزاماتنا اذا كانت اللي بتترتب علينا كضريبه وترخيص او حتى استهلاك المحروقات، اللي اكثر قطاع اللي يعني 70% من الاستهلاك هو لقطاع النقل في السولار تقريبا. فاحنا حكينا بشكل اللي يكون في استدامه لموضوع دعم قطاع النقل بالحق اللي بيطلع له، احنا ما طلبناش شيء زياده عن اللي بيطلع له. كيف ايش بتطلبوا؟ كيف الدعم يعني يكون يستمر؟ يعني انه كل شهر بهاي الوتيره تضلها الماليه تدعم؟ لا طبعا بعيدا عن دعم السولر بعيد. يعني هذا موضوع المحروقات هي ازمه عالميه بكره بتنتهي وبعدين. طيب شو الدعم اللي طلبتوه يا علاء؟ احنا قطاع النقل ريمز اليوم صفى بيشتغل 100%، 80% للحكومه و20% للي بيشتغل على المركبه. يعني احنا صفينا بنشتغل عند الحكومه. يعني هذه المركبه اللي الموجوده بتشتغل اذا كانت شاحنه او تاكسي، هذا ملك الحكومه، احنا بنشتغل عندهم. يعني هذا مالهم، هم يديروا بالهم عليه. واحنا حكينا بهذا النفس لانه هذه حقيقه. اليوم احنا بندفع، اليوم قبل ما تشغل التراك بكلف 200 شيكل وهو صافف باب البيت، 200 شيكل بكلف بدون ما يطلع يشتغل. التاكسي كل يوم بده 75 شيكل اشتغل او ما اشتغل. يعني هذا دليل، هذا شيء، هذا للحكومه رايح مش إلنا. قبل ما يشتغل بدفع التاكسي 75 شيكل والترك 200 شيكل. فكمان هذا عبء كثير كبير، والكلفه التشغيليه كثير عاليه صفت. يعني في كل الاتجاهات، اذا كانت موضوع المحروقات او موضوع القطع اللي احنا بنركبها بشهر بتعود تخرب. كمان فيش رقابه في السوق على هذا الموضوع. هذا الموضوع راح احنا بنشتغل عليه هينا كمان، اللي يكون في رقابه على القطع اللي احنا يعني كمان قطع مش رخيصه. نعم. طيب اتفقنا انه يكون هناك في اجتماعات خلال الاسبوع هذا. احنا كمان عشان احنا مش خبراء بصراحه لا في الماليه ولا في الضريبه. فاحنا حكينا مع مستشار خبير في هذا المجال، راح نكلفه احنا كرقابه بانه يسوي لنا دراسه ويعطينا اليات واضحه وسريعه خلال الاسبوع هذا لها علاقه في هذا الموضوع، شو بيطلع لنا احنا في القانون، كيف الاليات اللي ممكن نستردها اذا كانت من ضريبه البلو او من اي نوع من الضريبه. ونروح على يعني نروح على الماليه جاهزين بشيء قانوني شيء مدروس يعني واضح. طبعا لانه بزبطش احنا كمان نرجع، يعني بديش ارجع للخلف في موضوع دعم السولار، كيف بدنا ندعم حلقه اي بي ما بتكون هاي الوسائل اللي استخدمت في الماضي للدعم، يعني بدكم شيء اخر. يعني لانه راح يكون في، لانه هذا موضوع استدامه مش موضوع انه بدنا ندعم شهر شهرين وخلص، هذا موضوع راح يكون دائم، فبده اليه واضحه لها علاقه بشو اللي لنا وشو اللي علينا. يعني موضوع مش سهل. وكمان في كثير امور اشتغلنا عليها خلال الاسبوع هذا، اذا كان مع هيئة سوق المال بخصوص التأمين. احنا كمان اكتشفنا انه في عندنا مشاكل كتير كبيرة بالتأمين احنا بنجهلها. هي كمان مرة بقول عدم وعينا كقطاع في موضوع التأمين هو اللي سمح لشركات التأمين بانها تتلاعب فينا بصراحة، وتتلاعب فينا من سنين. فاحنا اكتشفنا من خلال اجتماعاتنا مع الهيئة انه لا، في امور احنا بتطلع لنا وحقنا، وبيجوزش انه شركه التامين تعمل معنا بهذا الاتجاه. اتفقنا على انه يكون في ورشه عمل على مستوى الضفه الغربيه لكافه النقابات الفرعيه لنا، ويكون في، واحنا اخذنا على عاتقنا كنقابه بانه ننشئ صندوق وحده شكاوي
بالتعاون ما بيننا وبين الهيئة اللي تكون أي حدا بتعرض لأي مشكلة أو أي إشكالية مع أي شركة تأمين يكون في وحدة شكاوي تتعامل مع المشكلة خلال 24 ساعة. كمان هذا موضوع بوفر مال على قطاع النقل. في مال برضا يعني بنهدر، إحنا بنعرفش ليش، إحنا المهم بس نأمن أو لما نسوي حادث أو يصير معنا حادث نصلح سيارتنا ونخلص إنه نشتغل، بس بالأصل في مصاري تندفع هيك. طيب يعني أنتم الآن لم تقدموا شكل معين أو لم تطالبوا، خليني أحكي، بشكل معين من الدعم، لكن طالبتم بدعم شكله سيتحدد خلال الفترة القادمة بعد هذه الدراسة اللي بتكون تقوموا فيها، ولا هلأ في مطالب معينة طالبتم فيها؟ يعني احنا مطالبنا مش دعم، كمان مرة الناس نرجع لموضوع الدعم. موضوع الضريبة هو حق لكل مواطن بالأصل. طلبته باسترداد ضريبة. أنا بدفع ضريبة، فأنا قطاع يعني قطاع أنا منتج. نعم. مش قطاع أنا مستهلك. فيفترض القطاع المنتج إنه يكون في استرداد للضريبة اللي بدفعها. إحنا بدفع ضريبتين وغير كل الضرائب اللي إحنا مثلاً أنا لما بعبي سولر ما هو السولر مدفوع الضريبة، لما أنا بعبي ما هو مدفوع. لما بركب قطع على السيارة أو كوشوك ما هو مدفوع الضريبة. طيب هذا الاسترجاع أنتوا بدكم استرجاع ضريبي؟ بدكم استرجاع ضريبي؟ بدنا هلأ. طيب ليش هلأ بلشتوا تحكوا في موضوع استرجاع ضريبي بعد كل هالسنوات؟ هلأ هذا موضوع إحنا بنحكي فيه من زمان. ما عمروش كان بصراحة في مطروح بقوة، يعني ما كانش في ما كانش عمره مطروح بقوة. نعم. دائما كان ينحكى في حكي، لكن ما عمروش كان في جدية في طرح هذا الموضوع، وما كانش كمان في آليات واضحة لها علاقة في هذا الموضوع. طب وزارة المالية بهاي النقطة تحديدا شو رأيها؟ نعم. في وزارة المالية شو رأيها بهاي النقطة تحديدا؟ احنا بصراحة يعني كان في قبول، وكمان وزير المالية في اجتماع في الخليل كانوا طرحين الشباب موضوع زي هيك، كان حكي انه هذا حق لكم، واحنا كمان ما يعني زي ما حكيت لك ما كانش مطروح بشكل جدي. اليوم لا، هم مستعدين يسمعونا وتقبلوا كل الكلام اللي احنا حكينا فيه، ويعني انا بوجهة نظري انه نروح بآليات واضحه وقانونيه لها علاقه في هذا الموضوع، ممكن ما نحصلش النسبه اللي يفترض بالاصل نحصلها، بس نحصل شيء، واذا حصلنا شيء بنعيش القطاع وبريح الناس. فاحنا هذا يعني هذا المطلب اللي بدكم تشتغلوا عليه خلال الفترة القادمة. هو عشان نرتاح بزبطش احنا كل يوم نضل عايشين بالوضع السياسي بالوضع العالمي، ونضل قاعدين على التلفزيون نشوف برميل النفط طلع ونزل والدولار على الشيكل طلع ما هو بزبطش، يعني مش شغلنا هذا الشغل. نعم. فاحنا بدنا اشي دائم له علاقة في دعم هذا القطاع وتطويره، كمان هذا قطاع للحكومة مش لنا. السيارات كلها هاي اللي بالشوارع اذا كان شاحنة ولا تاكسي هذا كله مال الحكومة، لما بندفع 80% من دخلها للحكومة معناته احنا بنشتري عند الحكومة. تمام. فيفترض هم اللي يديروا بالهم على هذا القطاع ويدعموه مش احنا، لانه هذا اذا وقف القطاع انا بحكي لك 30% من دخل الحكومة راح. تمام. تمام، شكرا جزيلا لك علاء المياسي نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل، واكيد رح يكون لنا يعني لقاءات قادمة نعرف وين وصلت المشاورات او المباحثات في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.